مازال مع بدا في 4 دقائق. فرحك غتكون فرحه كبيره اللاعبين. انا الساك ديالي مع طيران عندي ما ندير لكم هادشي اللي عطا الله. يلا الدراري يلا مراوغه مزيانه مراوغه مزيان. سير حمراوي حمراوي كورنا مزيان مزيان كورنا. ما بقى والو يسالي الماتش. نادر مشى للكورنر هو وياسين. انا كيبان الحمراوي مع كيقلب على خطا. مازال كلشي كيصفر باش يسالي. كنتمناو يسالي الماتش بهاد النتيجه. هجوم الاخر كان ضمن الرجاء خاصو ما يوصلش ما يوصلش. مزيان برافو خارج التيران خارج الملعب. كره اخرى كتجي حتى ما بغاوش يردو كره عادي داكشي. هيا رجعات هاي 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 هاي. برافو 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 برافو. كورنر يمكن اخر كورنر اخر كورنر في اللقاء. اخر كورنر في هدف 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 في الثانيه الاخرى. دخل كلشي للتيران احتجاج اللاعبين الوداد على الحكم. الصورة كتتكلم. يلا بسوي يلا ايه 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 هذا السوري ديالك. سبحان مبدل الاحوال كانوا خارجين كاعيين. المهم ما عرفناش بالضبط شنو واقع. هل هي احتجاج لاعبي الوداد؟